ياتيكم بثنا يومي الاربعاء والجمعه من كل اسبوع على الموجة القصيره 25 مترا، ويمكنكم متابعتنا على القمر الصناعي نايتسات على التردد 11.6 ميجا هرتز عاميا. إذاعة دهرنا إذاعة مستقلة يشرف عليها صحفيون إرثيون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة أرنا، حيث ما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 30 أكتوبر. كما عودناكم أعزائي المستمعين والمستمعات، نقدم لكم في البداية نشرة للأخبار يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نخصص حلقة اليوم لمتابعة والتعليق على المؤتمر الذي عقد في بروكسل في 19 و20 من الشهر الجاري تحت عنوان اللاجئين الإريتريين والأزمة المستمرة. استهلال المستمعين ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم عناوين نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إسرائيل تخطط لإبعاد المهاجرين الإريتريين إلى دول أفريقية.